السلام عليكم الاخوان. اليوم بالضبط غنتكلموا على ضريبه السكن. وكما كنعرفوا ضريبه السكن كتنقسم لقسمين، الضريبه الحضاريه والضريبه على الرسوم الجماعيه يعني النظافه. واخا هاد الضريبه الحضاريه كتجي من بعد 5 سنين، هاد الشيء راه كاين في القانون. والضريبه على الخدمات الجماعيه كتجيك من العام الاول اللي كتشري فيه داك العقار. والقيمه ديال الضريبه الحضاريه كتحددها اللجنه في المديريه العامه للضرائب حسب واش داك السكن اللي عندك رئيسي ولا ثانوي، واش كاري لشي ناس، واش كتستغل داك المحل لغرض تجاري وغير هذا من الامور. والناس اللي كارين ناس اخرين قل من 5000 درهم في الشهر ما كيخلصوش الضريبه، واللي فايتين 5000 درهم راه كيخلصوا ضريبه زايده على الضريبه الحضاريه العاديه. ولا كنتي كاري شي محل شي واحد اخر اكثر من 5000 درهم راه كتخلص الضريبه ديال 10% من 5000 درهم حتى ل 20000 درهم. ولا كنتي كاري اكثر من 2 مليون حتى 4 مليون شي محل لشي واحد كتخلص 20%. ولا كنتي كاري لشي شخص اكثر من 40000 درهم راه كتخلص 30%. اما اللي قل من 5000 درهم ما كيخلصوش الضريبه ديال السكن، كتجيهم عاديه. وهذا الشيء اللي هضرنا عليه كيبدا من بعد 5 سنين على الاقامه ديالك، يعني واحد شهاده الاقامه فيها واحد التاريخ، من تما حسب 5 سنين عاد تبدا تخلص هذه الضريبه الحضاريه. اما الضريبه على الخدمات الجماعيه كتبدا تخلصها كما قلنا من العام الاول، وكيتيديروا يحسبوها هي 10.5% من القيمة الإيجار للمباني الموجودة في وسط المدن. يعني إذا كان عندك العقار وكاريه في وسط المدينة راه كتخلص 10.5% من القيمة ديال الإيجار للمباني الموجودة في وسط المدن، وكتخلص 6.5% بالنسبة للمباني الواقعة في المناطق الجانبية للمدينة. وهذا الشيء حددته المادة 12 من القانون ديال الكراء. والناس اللي ما كتجيهمش الضريبة كاع ديال السكن وما كيتوصلوش بها، دونك خصهم يتأكدوا أولا من المديرية العامة للضرائب اللي يكون العنوان خاطئ وكتجيهم في عنوان آخر، دونك خصكم تأكدوا 100%. ولا راها تقول لهم يعني المديرية العامة راه ما كتنطبقش عليكم هاد الضريبة لحقاش أنتم تابعين لوحدات يعني سكنية اقتصادية، وكاين هذه مذكورة حسب الناس اللي شادين القرض من البنك. لكن تأكدوا أولا، وما نساوش حتى الناس اللي ما دايرينش البطاقة ديالهم في نفس العنوان ديال السكنة ديالهم راه كتزاد لهم الضريبة وكتوصل لهم ل 1200، دونك البطاقة ديالك ردها على السكنة ديالك. دونك خلاصة هذا الأمر، الضريبة على السكن راه كتجي عادية إلا في حالة ديال أنك كتكري الناس وكتستافد ماديا في الشهر، حنا ما عندناش مشكل في هذه الحالة، أو أنك البطاقة ديالك مازال في العنوان القديم، دونك كيعتبروا عندك جوج سكنات، الأولى راه ساكن فيها والثانية راه كتستغلها لشي حاجة أخرى. والضريبة على الخدمات الجماعية راه كتجي حتى هي مع الضريبة الحضارية في نفس الوقت، لكن كتكون زايدة واحد شوية لكن انت كاري لشي ناس يا اما داخل المدينة او خارج المدينة، دونك على حساب الاولى 10.5% والثانية 6.5% من قيمة الايجار. وكما كيقول المثل الاغريقي، انما الامم ما بقيت طلع البدر علينا. كان هذا هو المضمون ديال الحلقة ديالنا الضريبة على السكن، والميساج راه وصل وحلقتنا تسالت. تحياتي.